أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن حث على النفقة ورغب في الصدقة وبين تضعيف الأجر والثواب للمنفق في سبيل الله جل وعلا يبتغي بذلك وجه الله، وأن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 10 و 700 وإلى أضعاف كثيرة، والله فضله واسع وهو عليم بمن يستحق التضعيف ممن لا يستحق. أشار جل وعلا بعد ذلك إلى التحذير والتنفير مما يبطل الصدقة ويهبط أو يحبط أجر الصدقة بل ويزيله، ألا وهو المن بها، المن بالصدقة، المن بالنفقة، وهو أنه بعد أن يعطي ويتصدق ويعين غيره يصبح يتحدث في الناس أنه أعطى فلانا وله على فلان منة وفضل وعطاء ونحو ذلك، فهذا ليس فقط أجر صدقته زائل وباطل، بل إنه متوعد بالعذاب يوم القيامة كما جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المان بما أعطى في رواية المان بصدقته. ففي هذا يقول ربنا جل وعلا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف وغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ففي بداية الآية يمدح الله تعالى من أنفق يبتغي بنفقته وجه الله تعالى ثم لا يتبع النفقة بالمن وبالتحدث بها وبنشرها للناس أنه أعطى فلان وتصدق على فلان وأنفق على فلان، فمن كان هذا حاله أي أنه ينفق لوجه الله ويكتم ذلك ولا يتحدث، فهذا لا خوف له، أجره ثابت عند الله ولا يخاف على ما فاته وما فوته في الدنيا أو لا يخاف بما يستقبل من الزمن ولا يحسن على ما فاته من الدنيا، فلا يحسن على المال الذي فاته أي أنفقه، ولا يحسن على الأمور التي تركها لله جل وعلا في هذه الدنيا، لا يحسن على ذلك، ولا خوف عليه فيما يستقبل من الزمن، فلهم أجرهم أي ثابت عند الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف فيما يستقبل من أهوال يوم القيامة، ولا يحزن فيما فاته من أمور الدنيا وفيما فاته من هذا المال الذي أنفقه وفيما فاته من أولاد وأهل مما تركهم في الدنيا، فإن الله تعالى يحفظهم له، من عمل صالحا فالله يحفظ له أبناءه بعمله الصالح، كما قال جل وعلا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز
لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال العلماء بصلاح الآباء يحفظ الله جل وعلا الأهل والأولاد، بصلاح الآباء يحفظ الأولاد فلا خوف ولا هم يحزنون، أي على ما خلفوه من أولاد وأهل وعلى ما فاتهم من نفقات وأموال تصدقوا بها ومن أمور الدنيا التي تركوها لله جل وعلا. ثم قال تعالى قول معروف ومغفرة، كلمة طيبة ودعاء من المسلم وعفو ورحمة وغفران وعدم ظلم أفضل من أن تتصدق ثم تمن على هذا المتصدق عليه، تعطيه مال وتعينه وتلهم عليه وتسد حاجته وكلته وتعينه على نوائب الخير، ثم بعد ذلك يصبح أو تصبح تتحدث في الناس أن فلان أعطيته وفلان تصدقت عليه وفلان أنا الذي فعلت له كذا وكذا وكذا، هذه الصدقة مع المن لا خير فيها. وأفضل منها قول معروف ومغفرة، وقوله خير من صدقة كلمة خير من أسماء التفضيل وأصلها أخير، ولكن لثقلها صار العرب يحتصرونها تحلف الهمزة تخفيفا، ولغة العرب من أصولها المبنية عنها التخفيف، فمن ذلك تخفيف هذه الكلمة، فعرب تقول أخير وأشر يقولون خير وشر، هذا أخف على اللسان. وهذه الكلمة للتفضيل ليست على بابها، ليست أن من باب أن الصدقة مع المن فيها خير وكلمة طيبة مع المغفرة فيها خير وهذا الخير أكثر من هذا، لا، بل قول معروف وصدقة فيه الخير كله، لكن الصدقة قول معروف ومغفرة فيه خير كله، أما الصدقة مع المن فإنها باطلة ولا خير فيها، كما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، خير من صدقة يتبعها أذى أي المن. والله غني حليم، غني عن خلقه فلا يحتاج إليه، لما ذكر النفقة كونك تنفق في سبيل الله فليس لأن الله جل وعلا يحتاج لك أو لنفقتك، فهو غني عنه وهو حليم، أي يحلم، يحلم ويغفر ويعفو ويصفح ويتجاوز عمن وقع في الخطأ. والأحاديث كما ذكرت قد وردت كثيرة في النهي عن المن بالصدقة، ومنها الحديث الذي في مسلم حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المان بما أعطى والمسبح إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، بالحلف الكاذب. هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فيستحقون العذاب بهذا الفعل الشنيع وهو المن للصدقة. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأناء، فأخبر جل وعلا أن الصدقة التي فيها المن باطلة ولا تنفع صاحبها ولا يثبت أجر صاحبها. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأناء كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الذي ينفق ويمن كالذي ينفق وهو يراعي، والمرائي ليس له شيء في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي وأن من عمل عملا من عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من شيء. وقال تعالى في الحديث القدسي من أشرك معي غيري تركته يوم القيامة وشرك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في براءة حديث أبي هريرة أول من تسعر به النار وتهنم ثلاثة ومنهم الجواب المتصدق، فيؤتى بماذا فعلت؟ يقول يا رب أعطيتني المال فتصدقت في سبيلي،
فيقال كذبت وإنما تصدقت رياء، يقال جواب وصحيح فقد قيل في الدنيا طلبت الأجر في الدنيا أعطي لك، فيقال فلان جواب كبير متصدق ومدرك ويعني يعطي المال ويده ليست له وراء إلى آخره، هذا قيل في الدنيا وأنت كنت تريد هذا. قال فالآخرة لا يوجد له جزاء ولا يوجد له شيء، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا مثل للمرائي بإنفاقه، ومثله الذي يتبع نفقته بالمن والأذى. وهذا الإنسان الذي يفعل مثله مثل ماذا؟ قال فمثله كمثل صفوان، الصفوان جمع صفوانة وهو الحجر الصفر الأملس، وهو حجر الصفا وهو صفر أملس، أملس لا يثبت عليه شيء، إذا أفرغت عليه الماء شف، وإذا وضعت عليه تراب أو رمل انحدر. فمثل كمثل صفوان عليه تراب، هذا الصفر الأملس الصفا عليه شيء من التراب، هو أصلا التراب لا يتماسك فيه، لكن مثل هذا الذي ينفق وهو يراعي أو ينفق ويمل، مثل هذا الحجر الأملس الصفر الأملس الصخر الأملس فيه شيء من التراب، فأصابه وابل، الوابل ايش؟ المطر، فتركه صلى، وابل مطر شديد، فتركه صلى، أي الوابل ترك الصفوان صلدا أملسا يابسا لا شيء فيه من التراب، فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الصخر الأبلس اللي فيه شيء من التراب إذا انحدر عليه ماء قوي مطر هاطل ووالد شديد، يعني انحدر لا يغسل ما يبقى فيه شيء، أيضا هذا الذي ينفق ثم يمن أو يراب، هذه النفقة في أصلها لاقترانها بالمن واقترانها بالرياء كأنها لا شيء، فتزول نهائيا ولا تبقى، كمثل هذا الحجر إذا انصب عليه المطر القوي لا يقدرون على شيء مما كسبوا، أي من المال الذي اكتسبوه وما فعلوا من العمل، فليس عنده شيء والله لا يهدي القوم الكافرين. وفي المقابل من ينفق يبتغي وجه الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يريد رضا الله يريد وجه الله، فيعطي الصدقة لمن يستحقها دون النظر إلى أمور أخرى من أمور الدنيا، فهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى، هذا يثبت له الأجر، كما قال عليه السلام لك الرجل تصدق رجل ليلا فوقعت الصدقة في يدي بغي، فأصبح الناس يقولون تصدق على بغي أي جانب، فقال تصدق تصدق ليلا فوقع في يدي قاسية سالك، فقال في الأولى لعلها بهذه الصدقة تكف عن الزنا، فأصبح الناس يقولون تصدق على سالك، قال لعله ينجم عن السلف، وهكذا. فالمضرور أن يبتغي بذلك وجه الله ويضعها حيث أمر الله سبحانه وتعالى، وتثبيتا من أنفسهم، أي تثبيتا للأجر، كقوله عليه السلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بأن بالله جل وعلا وأن هذا العمل مشروع من الله سبحانه وتعالى وأن هذا قربة وتقرب إلى الله، واحتسابا أي طلبا للأجر من الله تعالى، وتثبيتا من أنفسهم أي تحقيقا، فهم متثبتون ومكتفون بما يعطيهم الله تعالى من الجزاء والثواب الوفير والعظيم عنده عز وجل. كمثل جنة بربوة، الجنة هي الحائط وهي البستان، طابع البستان، ويقال جنة لأنها
النبات يجسر ما بداخلها، ويقال لها حائط عند الغالب تحاط بالحائط فيطلق الجزء ويراد الكل، يطلق الجزء ويراد الكل. كمثل جنة أي بستان برمضة أي مكان عالي مرتفع، أصابها وابل مطر شديد فآتت أكلها ضعفين. جنة في مكان مرتفع وأصابها مطر غزير دافع فضعف ضعفت ثمرته وآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فإن عدمت هذه الأرض من المطر الشديد فقل، يعني مطر خفيف، والله بما تعملون بصر. وهذا المطر الخفيف الرذاذ تنبت من ورائه أيضا الزرع والثمار، فهي في كل الأحوال تعطي أكلها، في كل الأحوال تعطي أكلها، وفيها الكسب والثمار وتنتج بما يسر الله تعالى، والله بما تعملون بصير. فلا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ومن صدقات ونفقات، سواء عظمت وكبرت وسواء ماذا وسواء قلت وكانت يسيرة. ولعلي أكتفي بهذا في الحقيقة، يعني شوية متعب فقط حتى لا يحسن الدرس، جلسنا لأخذ هذا الذي تيسر، نسأل الله وعلا أن يوفقنا فيما بعد رمضان لإتمام ما كنا فيه إن شاء الله. يقول هذا يقول الأخ يا أبا عبد الرحمن ثلاثة مذكورين في الحديث ومنهم المسبل الإزار لا ينظر إليهم أو لا ينظر إليهم جل وعلا ولا يكلمهم ولا يقربهم، نقول وإن كان توفي وهو ساجد أو في الصلاة ومات موتة يكتب له أجر شهيد، فهل يدخل في عموم هذا الحديث؟ أهل السنة والجماعة لا يضربون حديثا بعرض، فالأحاديث كلها تجتمع، فقوله تبارك صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولا يكلمه الله إلى آخره، قوله لا يدخل لا يدخل الجنة لا يعني أنه تحرم عليه، فإن كان موحدا ومات عن الإيمان فمعنى لا يدخل الجنة ابتداء، لا يدخل الجنة ابتداء حتى يستوفي ما عليه من الحساب والعقاب. فإن كان معه من الأمل ما يوفي ذلك من السيئات محيت تلك السيئات بهذا العمل، وإن لم يكن معه وتفضل الله عليه بالعمل فقد أثنى، وإن وآمله بالعجل واستجوب النار استوجب النار تعمل. فإن حلت عليه شفاعة نبيه النبي صلى الله عليه وسلم أو من يشفعون مما جاء ذكرهم في الأدلة التي سمعها غير مرة فقد تنفعه هذه الشفاعة. فلا نظلم نصا بنص، فالذي يموت على هيئة حسنة ويكون من علامات حسن خاتمة فهذا يدل على حسن خاتمته ويرجى له الخير، ولكن عنده عمل، إذا كان عنده عمل آخر، فالذي قال أن هذا من علامات حسن الخاتمة هو الذي قال أن هذا يستوجب كذا وكذا، وكلاهما بوحي من الله سبحانه وتعالى فلا معارضة. فالأصل أنه أن خاتمته حسنة وأنه يرجى له الجنة، لكن إن كان عليه شيء فبه يستوجب النظر. ولماذا وضع الميزان؟ إذا كان في الميزان طفحت ورجحت كفة السيئات على كفة الحسنات وكان من أهل التوحيد فهذا يستحق النار، فإن كان عفى الله عنه والله يعفو عن من يشاء ولحكمة
فقد ناله العفو وإن كان استوجب النار لما فيه علم الله تعالى لأنه يستوجب النار يدخل النار. والله تعالى يعفو وهذا من جلال مصلحه ولحكمته. فالذي يكون معه من الإخلاص والصدق والمحبة والتوكل ما على الله تعالى ليس كمن لا يعني يوجد معه الإخلاص والصدق مع الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. فالناس تختلف في أعمال القلوب وفي الأقوال وفي أعمال الجوارح. الناس كلها تصلي ولكن ليسوا سواء في صلاته، ليسوا سواء في صلاته. من الناس من يحسن صلاته ويعلم ويراقب ربه في صلاته، ومن الناس من لا يدري ما الذي صلى ولا يدري ما قرأ في صلاته ولا يستحضر بقلبه في صلاته إلى غيره. فالناس في أعمال القلوب وأعمال الجوارح يتفاوتون ويختلفون، وبحسب إخلاص العبد لربه واتباعه وسعيه وصدقه في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم بحسب ما ينال من رضا الله جل وعلا وعفوه وتجاوزه عنه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.